اكتر حاجه بحبها في شغلي شغلي كله، لان انا لو ما حبيتهوش مش هنجح. روح الفريق وان الشركه عملاقه زي شركه تنميه. اكتر حاجه بحبها في شغلي هو التعامل مع الناس، يعني هو انك تتعاملي مع الناس وانك تبقي لامسه ظروفهم وحياتهم ودنيتهم، وتبقي جوه بيتهم اكتر من يبقى، يعني انت بتبقي عارفه حياتها اكتر من ده لو الست ما جوزها عارفها. في مشاريع علمت في 2019، المشاريع اللي نمت بطريقه سريعه ومشاريع بقت كويسه وكبرت. هو كل العمل عندي فاكراهم اساسا، لان هم يعني كل مره بيبقى ليهم نقطه او حاجه معينه بتعلم معايا، وفي التجديد بلاقيهم بيبقوا احسن. في 2020 ان فرع يكون من احسن فروع تنميه، نتنافس مع الفروع الكبيره ونكون احسن منهم باذن الله. بخطط لترقية إن شاء الله. بخطط في 2020 إن الفرع بتاعي يبقى من أحسن الفروع على مستوى شركة تنمية. بخطط إن شاء الله بإذن الله في 2020 إن منتج الجي إل يبقى أحسن من كده خالص في الشركة. أقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يوفقكم، ولما قدرتوش تحققوه في 2019 يتحقق في 2020. ما يبصوش تحت رجليهم، واللي جاي أحسن من دلوقتي بكتير. إحنا دايما بنبص لقدام، ودايما قطار تنمية لا يفاق. اللي بيصبر بيلاقي، وان كل ما تشتغل اكتر كل ما هتلاقي افضل. احنا تنمية كل سنة وانتم طيبين.